أنا لست منكم ببعيد حتى لا يذاعي. نرغب في الموز. الاسم عبد العظيم الأخواني، أحد سكان مدينة البيضاء وعاهد المتسوقين في سوق الخضار. هذا سوق الخضار يعتبر رقم واحد في مدينة البيضاء، وهو مجمع لجميع الخضروات والفواكه. تأتي فيه وسائل نقل من الغرب وتأتي فيه وسائل نقل من الشرق لتوزيع الخضروات والفواكه. أما في الأسعار فالأسعار في متناول الجميع. نحن الآن في فصل الصيف، وبالتحديد في شهر يوليو، وهذا الشهر يعني يتم فيه إنتاج جميع الخضروات من شدة الحر، ومعروف لدى المزارعين هذه. وهناك فواكه مستوردة وهناك فواكه محلية. الآن الفواكه المحلية هي اللي المواطن يرغب في شرائها دائما، مثل التفاح، مثل التين الأملس والتين الشوكي اللي هما الكرموس والهندي بدأ الآن، والعنب. ومن أحسن وأجود وأفخر أنواع العنب هنا في الجبل الأخضر، ولذلك لا ننسى عنب الزويتينة. يعني احنا بنجيب بضاعة من مصر ونبيعها هنا المحلات الصغيرة وكذا، كيف المانجا والبنزهير والعناب والانجاص والليمون والجزر. يعني بنجيب فيه تشكيلة فواكه كاملة ونوزعها هنا على المحلات الصغيرة، وفي جماعات الغرب حتى هم بياخدوا مننا، بتتوزع على مدن أخرى هنا في ليبيا، كيف طرابلس وبنغازي ومصراتة، بياخدوا كلها من هنا، وبضاعة نظيفة ودرجة أولى، بتيجي بضاعة صحية وبتيجي في ثلاجة وفي تبريد، بضاعة ما شاء الله عليها.